نبدأ بقى حصة النهاردة. عندنا ليه بغنوتونيك. ايه ليه بغنوتونيك؟ اسمها ضمائر التوكيد. يعني ايه ضمائر التوكيد؟ خليني اقولها لك بالعربي كده، ماشي؟ انا مثلا انت جاي بتسألني، بتقول لي اسمك ايه، فممكن انا استخدم كلمة انا مرتين، فهقول لك انا، انا لا، بالعربي كده ممكن نقولها انا، انا اسمي ميسوم. يبقى انا قلت انا قد ايه مرتين، بأكد لك انا وبشاور كده، انا اسمي ميسوم. طيب احنا قاعدين في كافيه وقاعده مع صاحبتي، فبتقول لي مثلا انت هتشربي ايه، اقول لها انا، كاني مش سامعه يعني. العنوان ده بعنوان اللي هو ايه، اسمع كويس، يعني الدرس ده معناه بيقول لك اسمع كويس، تمام، مع الضمير جو بالتحديد، ماشي. فبقول لها انا هاخد كافيه، هاخد قهوه، تمام كده. طيب ايه هي ضمائر التوكيد؟ عندي الضمير موا بيأكد على الضمير جو، والضمير توا بيأكد على الضمير تو. طيب أنا دلوقتي بتخيل مثلا إن أنا قاعدة في كافيه فعلا، ومثلا وبيجي الجرسون بيقول لي كو بغي نيفو، حضرتك هتتناولي إيه، هتشربي إيه، فأنا ممكن أقول له جو بغا على طول، بس عايزة أأكد له، أقول له أنا أوكي موا جو بغا دو كافيه. يبقى موا دي إيه؟ موا ده يمس ضمير توكيد. طب لحظة، أنا هي معناها انا فعلا، بس مش بتقوم بدور انا يا ولاد، اللي قال لي انا هي صح، هي معناها ضمير توكيد على الانا. طب هي ممكن يا مس تقوم بدور انا ونشيل جو ونقول موابغة؟ ابدا اطلاقا، ابسوليمو. ليه؟ لان الضمير موا ما بيقومش بدور الفاعل، يعني ما يجيش بعده فيرب. هو ده الفرق بين موا وجو. عارفين موا دي بالظبط زي ايه في الانجليش؟ زي الضمير مي، ماشي، يا اما هيجي وهيجي بعده اي في الجمله، واحط بقى جمله كامله وفيرب واكمل، يا اما هيجي مسبوق بايه، بحرف جر، مثلا فور مي اي ويل تيك كذا 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 كذا، حطيت فور مي، يبقى نفس الفكره. لا نمسح المي بقى، هي ما اسمهاش مي، هي اسمها موا. يبقى موا لو جت يبقى لازم هيكون في جو في الجمله، ودي موا دي بتاكد على الجو ده، تمام. طيب حضرتك قلت يا مس ممكن تكون جايه قبلها حرف جر، اه لو جت في اخر الجمل ممكن تكون مسبوقه بحرف جر. طب ايه حروف الجر اللي ممكن تيجي معاها؟ كلمه افيك مع. انا بالعربي لما عايزه اقول مثلا معي، مثلا اخي يذهب معي، ها معي الى المدرسه، ولا هقول اخي يذهب مع انا؟ لا يا ميس، ما فيش حاجه اسمها مع انا، هي دي بالظبط. ما ينفعش اقول افيك جو، لكن ينفع اقول افيك موا، تمام. طب في حروف جر تانية يا ميس؟ افيك اللي هي مع، او بي حرف الجر الباء، بس هنا معناها مع، معي، معايا، اخويا بيذهب معايا، صديقتي بتروح معايا النادي، لكن مش هقول صديقتي بتروح مع انا، معايا، هي الياء ديت. طب حرف جر ايه تاني ممكن يجي؟ بور، من اجل، بور بوغ موا بالنسبه لي انا، من اجلي انا، مثلا جو بغا دو كافيه. يبقى الضمائر التوكيد دي موا تيجي قبلها حرف جر، لكن جو عمره ما يكون مسبوق بحرف الجر. ده الفرق بين ضمير الفاعل وبين ضمير التوكيد. طب في حرف جر كمان؟ اه في كذا حرف جر. حرف الجر شي ده بقى، بصوا انا عايزه اقف عنده كده شويه عشان ما اخدش حقه معانا الترم اللي فات. شي ده يا ولاد معناها عند، عند ايه؟ عند اشخاص، بيجي بعديها عاقل، يعني شي مونونكل، انا رايحه عند عمي، شي مي غران باغون، عند جدودي اجدادي، لكن ما ينفعش اقول شي واجيب بعدها مكان المدرسه، لا لا يا ميس، دي بيجي بعدها اشخاص. يبقى شي حرف جر عنده لكن بيجي بعده عاقل، بيجي عليه اسئله كتير جدا. حرف جر شي ده بتبقوا انتوا حافظينه في جدول الكلمات عنده، فيجيب لك بعده مكان وبعده شخص، مش عارف. لا لازم تعرف ان حرف الجر شي بيجي بعده شخص، اشخاص، عاقل، ما بيجيش بعده مكان، مش عند المدرسه، لا عند عمي، عند خالي، عند الطبيب، وهكذا، تمام. يبقى الضمير الموضع بيأكد على مين يا ولاد؟ على الضمير جو، تمام. طب امال الضمير تو مين بيأكد عليه؟ الضمير تو بيأكد عليه، وخلينا اكتب لك توا قبل تو كمان، توا دي بيأكد على الضمير تو اللي انا كتبته ده، مش عارف، ماشي. طيب عايز جملة يا ميس، انا لسه قايله لك في اول الكلام كده، لو انا في كافيه ومعايا صديقتي وبقول لها جبغة اون كافي،
الحصه الجايه البنات يجهزوا كده شويه اطباق وشوك وسكاكين، والولاد يجهزوا كده الكوبايات وايه وشويه معالق. ليه؟ مش هقول لكم دلوقتي عشان عايزاهم هنعمل كده غدوه حلوه كده الحصه الجايه. طيب خلينا في الاكزامبل ده. جو بغا ام كافيه، انا قاعده في الكافيه وطلبت قهوه. معايا صديقتي، هقول لها ايه؟ عايزه اقول لها طب وانتي؟ هقول لها ايه تو؟ لا يا ميس، الضمير تو غلط، امسحي. حاضر مسحتي يا فندم. الضمير تي ما بيجيش مسبوق بحرف جر ولا بحرف عطف زي حرف الواو، حرف العطف الواو لا، لكن توا تقبل وموا تقبل، يقبلوا حروف جر قبله. فانا قلت لها هنا جبغاء اون كافي اتوا وانتي. بصوا بقى هنقف عند السؤال ده دلوقتي، لو صديقتي هتتفق معايا في نفس الحاجه اللي انا هشربها هتقول لي موا اوسي. عارفين مي اولسو في الانجليش؟ هي دي بالظبط، يبقى دي بتساوي مي اولسو. تمام. وموا اوسي هي هتطلب زي انا ايضا اون كافي. ممكن تختصر الجمله، مش هتقول جو بغا اون كافي. انا عايزاك تاخد لي بالك من كلمه موا اوسي دي ازاي. لما يكون نفس الطلب هقول له وانا كمان. طيب انا طلبت قهوه بس جت دارين كانت قاعده معايا قالت لي مس انا معلش مش هشرب قهوه، لا انا مش هشرب قهوه. طيب هتقول لي موا اوسي وانا كمان؟ لا طبعا، هتقول لي موا بس، وهتبدا تطلب طلبها وتغيره، هتقول لي مثلا انجو عصير. يبقى لما صديقتي اتفقت معايا في نفس الطلب، ها قالت لي موا اوسي انا كمان، وقررت نفس الحاجه اللي انا طالباها. طب لو اختلفت معايا هتقول لي موا بس وتغير الطلب اللي هي هتطلبه. طيب تاني، الضمير موا بيأكد على الضمير جو، والضمير توا بيأكد على الضمير تو. بس كده لا، وبستخدمهم كمان لما بيكون في حرف جر. عايز اكلمك انت، انت عايز اقول لك تو انت، بس في حرف جر او حرف عطف اتحط مش هينفع اقول لك تو، هقول لك توا. طيب وموا مش هقول جو او سي، اللي عايز يسأل بس يعمل ريز هاند عشان ابقى عارفه مين. ها دلوقتي انا عايزه اقول وانا كمان هقول جو او سي؟ لا يا ميس ما بتتقالش جو، بتتقال موا او سي. اتفقنا؟ طيب في حاجه بقى، طول الوقت كده اول ما اشوف الضمير جو في الجمل اأكد عليه بموا، والضمير تي أأكد عليه بتوا. لا ايه يا ميس، ما حضرتك لسه قايله كده. هقول لك لا ليه؟ حسب معنى الجمله. انا هنا دلوقتي بص الجمله دي اكبر دليل، مين اللي بيتكلم هنا؟ عشان لما يجيب لك في الشوازيه يروح كاتب فاتح لك كده البرانتيز القوس ويجيب لك، مش راضي يتكتب القوس الحمد لله ماشي، ويروح جايب لي موا مثلا وتوا وكون شايل دي مثلا. فواحد يقول اه ده الميس قالت اول ما تشوف جو اكد عليها بموا. لا يا استاذ، الجو اتكلمت وطلبت طلبها وخلصت جملتها ومين؟ ها طب وايه؟ وانت مش هتقول وانا هسأل نفسي تاني؟ لا، يبقى الضمير موا بيأكد على الضمير جو لما يكون قبله مباشر في الجملة، لكن لما بكون الحوار بينك وبين شخص يبقى هتقول له وانا، هتقول له لا طب وانت. اخلي بالي من التكة دي. طيب نشوف الاكزامبل اللي عليها. خلينا نشوف الاول الاكزامبل اللي هنا في الجداول ده وبعدين عشان نطبق عليه تحت تاني. بس انا باكد مش اول ما اشوف جو، خلينا اكبر لك الصوره اهو في الاكزامبل ده، مش اول ما اشوف الضمير جو ويجيب لي اختيارات اكد. لا يا ميس، ده انا خلصت طلب واتوا وانت، معايا طرف تاني في الموضوع. حتى هتلاقي اللي بياكد لك كده ان في علامه استفهام. اه ده انا هسال حد قدامي يبقى هقول له اتوا، مش هسال نفسي. طب لما هو يجي يرد، والله لو هيطلب نفس الطلب هيقول لك موا اوسي اون كافيه. اه الاثنين دول اتفقوا في الكافيه في القهوه اللي هيشربوها، لكن لما هيطلب طلب تاني هيقول لك موا بس. طب ليه ما قالش جو؟ لاني سالته بتوا. فهمتوا الفكره؟ يعني ليه انا ما قالش مثلا جو؟ لو قال جو هيقول جو بغا اون. طب وليه؟ انا شاي بس وخلاص. طيب يبقى لما يكون نفس الطلب هقول له موا اوسي، لو طلب مختلف موا فقط واطلب طلب مختلف. تمام. طيب شوف كده شكل الاكزامبل اللي تحت. اول سؤال، يا جمانه بس جومابيل علي هختار ايه؟ موا بالظبط هنا هاكد بموا. شكرا يا جمان، هاكد بموا لان انا اللي بتكلم عن نفسي وبقول انا، انا اسمي علي. تمام. يلا يا
سيف. يلا يا سيف، جملو ليه ايه؟ توا. ايه توا؟ طيب قولي كده يا جودي السبب ليه اخترنا توا وما ينفعش نختار تيو مع ان معناها وانت برضه. لأن جاي قبلها حرف جر أو بالظبط، عطف. حرف العطف الواو ده اللي هي ايه بمعنى ما بالظبط. يبقى الضمير تيو عمره ما يكون ولا الجو طبعا ما يكونوش مسبوقين بحروف جر ابدا. زي بالظبط لما قلت لك بالعربي ينفع اقول مع انا مع انت، لا بقول معي معك اه، لكن ما ينفعش اقول مع انت مع انا، مش راكبه اصلا مش عارفه اقولها. يبقى لما بيكون في حروف جر ومن ضمنها حرف العطف الواو دوت ما ينفعش خالص احط ضمير الفاعل فيه، بحط ضمير التوكيد توا. قول لي يا مالك نمرو توا، هنا هختار ايه؟ ماما يبقى موا، لان هنا ما فيش طرف تاني انا بكلمه، يبقى باكد على نفسي بموا. موا جو بغالو ديجوني او غستوغا، انا بتناول الغداء في المطعم. تمام. احمد عبد الغني نمرو 4 تيز اميفو او سينما افيك. مش مهم ان احنا نحل صح من اول مره، تاني المهم نعرف واحدة الغلط ايه. تاني تاني واحدة واحده. طب ليه ما ينفعش اختار الاولى؟ هي تاني واحده صح، ليه ما نختارش الاولى احسن؟ ما عشان هفكر. ايوه بالظبط كده، انت كده طمنتني ان انت فاهمها. لازم يا ميس ان انا اختارت وبقول لك اصدقائك، هل اصدقائك بيروحوا السينما معاك؟ طب ما اقول معاك انت. لا يا ميس، في افيك، في حرف جر، حروف الجر بوغ وافيك وشي واي حرف جر والايه كمان الاوتي. ما ينفعش يا ميس تكون سابقه جو وتي وتي ابدا، تسبق مين؟ تسبق اموا وتوا. طيب يلا يا ريتاج نمرو تانك بوغ جو بغا دو كافي. هنختار موا جميل. طب ليه اخترنا موا؟ معناها ايه موا دي؟ بتاكد على يعني مين؟ أنا ايوه يعني هو بالظبط، انا صح يا ريتاج شطوره، انا هنا اللي بتكلم وباكد على نفسي. بوغ موا ليا انا، جو بغا اون كافي او دو كافي، انا هتناول قهوه. طيب يلا يا ساره نمرو 6 اوسي جيم لو فرونسي. موا بالظبط، بمعنى ايه؟ انا ايضا احب الفرنسي. طيب قولي يا عمر اجابه السؤال ده، لما اقول لك هنا تو فا الي كول افيك موا افيك موا معناها ايه يا عمر؟ تعرف تفهمني كده؟ هل أنت تروح المدرسة معايا؟ ايوه، تروح هل تذهب الى المدرسه معي؟ لكن ما ينفعش اقول افيك ايل ايل كمان يا ولاد، ضمير فاعل ما ينفعش يجي قبله حرف جر. الضمائر اللي احنا حافظينها من جريد فور جي وتيو وايل وال ونوفو ما يجوش قبلهم حرف جر خالص. هنحط إيه عشان أفيك؟ بالظبط كده، ايل زي جي وتي وزي اي ضمير فاعل ما يكونش مسبوق بحرف جر، لكن موا وتوا ينفعوا. طب يا ميسي، طب ما هو في تي، ما اروح لتوا هتبقى معناها ايه يا استاذ؟ هتبقى معناها هل انت بتروح المدرسه مع انت؟ مع انت ايه بس؟ معي، بتيجي تروح المدرسه معايا. طيب تمام. يلا يا عبد الله، عبد الله عماد، جو دو جين عبد الله هتجاوب واحده وحد من زمايلك هيجاوب الثانيه. جو دو جين اوغستوغا اتوا. الاجابه الاولى هنا بيقول لي جي دو جين اوغستوغا، يبقى هيقول ايه؟ هيقول ايه فيهم؟ في النص اللي في النص اللي في النص موا اوسي. ليه اخترناها فعلا يا احمد وما اخترناش موا؟ عشان دي بقولها كمان ايوه، انا دلوقتي بقول لك انا بتغدى في المطعم وانت، فانت قلت لي حاجه كده هتغدى في المطعم، يبقى ايه؟ مي اولسو موا اوسي، وانا كمان هتغدى في المطعم. طيب يلا يا نور هاني الإجابة الثانية، دي جو دو جين ا لا ميزو. آه حبيبتي، تبقى ايه؟ آه موا، هتبقى موا بس. بالظبط، شكرا يا نور. يبقى الفرق اهو، السؤال ده لخص الشرح اللي فات كله في موا وموا اوسي. انا هتغدى في المطعم وانت، والله لو انت هتتغدى في المطعم برضو، شفتوا كلمة برضو دي؟ يبقى موا اوسي جو دو جين اوغستوغا. طب معايا زميلتي التالتة بقى، احنا تلاتة، فقالت لي لا لا انا هتغدى في البيت، فهتقول لي انا هتغدى في البيت. يبقى امتى اقول اوسي؟ لو نفس اجابة الشخص اللي فوق. اما اوسي صح يا عبد الله، عشان خاطر هو قال انا هتغدى برضه في المطعم، لكن لما هيغير حد تحت اجابته يقول هتغدى في مكان تاني، يبقى ده إيه؟ هنقول اما بس. انا دلوقتي عايزة اشوف الطريقة اللي بستخدمها للسؤال عن المكان والإجابة. يعني إيه الإجابة؟ يعني وصف المكان. أنا دلوقتي في شارع، يا إما أنا اللي بسأل يا إما حد بيسألني وأنا برد. طيب للسؤال عن المكان في ثلاث طرق، ثلاث طرق. أه، أول حاجة بقول بوغ اللي، أول حاجة بوغ اللي وأقول المكان، ندي الإكزامبل على طول.
بوغلي. احنا لسه شارحين ايه ده، انتوا خليتوني شرحتها مرتين، اصبروا عليا بس. ادوات المعرفه المدغمه، فانا عايزه اقول مثلا بوغلي اوكليب، انا في مكان او حي في نادي وانا بقول بسال كده شخص وبقول له بوغلي اوكليب، يعني لكي اذهب الى النادي، فهيبدا يوصف لي. يبقى اول حاجه بوغلي. تاني صيغه يا مس هنستخدم اين يكون النادي. اوه ده البرنامج لسه ما تعرفش، مش اودي خالص، امال ايه يا مس؟ لازم تحط الاقصى، انا عمري ما دققت معاك في اقصى وانت بتسمع ولا وانت بتكتب، بس في الاودي بالتحديد لازم اكتبها كده. ليه؟ لان في او تانية في الفرنسي من غير اقصى معناها او، زي كده اور في الانجليش، لكن دي اداه الاستفهام بمعنى اين. اين يكون، واقول اسم المكان اللي هو لوكليب. طيب في صيغه ثالثه، اه ينفع اقول او ستغوف، او ستغوف بمعنى اين يوجد، وبرضه هقول ايه النادي عشان اسال عن المكان. اول حاجه بوغلي، تاني حاجه بتبقى اوي، تالت حاجه او ستغوف. هنغني ولا ايه؟ اه هنغنيها عشان نحفظ. طيب الحاجات دي مش لحظه بس كده عشان انا عايزه اخد الخلاصه. اتفضل يا استاذ خلاصه، عايز تاخد ايه؟ الحاجات دي هتجيلي فين؟ هكون السؤال؟ لا هي هتجيلك في السيتياسيو في المواقف. يقول لك انت بتسال عن مكان، تسال احد المره، احنا مسمعين النهارده احد المره اللي هي الان باسا، ماشي؟ او احد المره بيسالك، اقصد بيسالك عن مكان مثلا محطه القطار، بيسالك اين يوجد النادي، بيسالك فين موجود مثلا مكتب البريد، ويجيب لك تحت اختيارات من ضمنها، من ضمنها اي واحده من دول، يبقى انا كده بسال عن المكان. اول حاجه بوغلي، تاني حاجه بتبقى اوي، تالت حاجه اوست غوف. بس قال لي بقى ما بيهزرش، فيرب مكلكع بمعنى الكلمه. ليه؟ لازم يجي وراه حروف جر، واشوف بقى المكان اللي بسال عنه مذكر ولا مؤنث، ولا بدا بفويل ولا جمع. اه قال ليه؟ قال لي ده كده تالت فيرب بعد ادغ وافاق في الغلاسه. ايوه بشوات الفرنسي، ادغ ده الوحش، افاق الوحش الاصغر. قال ليه بقى؟ لا طول النهار قاعد حروف جر، ماشي، مذكر ومؤنث وبدا بفويل وجمع، عارفين انتوا قصه قال ليه، تمام. لكن لو بصيت على اوي بحط اداه معرفه عادي، اين يكون ال واحط اداه المعرفه، النادي، المحطه، اين يوجد ال وبحط اداه معرفه، يبقى مين بس اللي بياخد حرف جر؟ اللي هو فيرب قال لي. يبقى الطرق، الثلاث طرق دول اي واحده منهم انا كده بسال عن عنوان، تمام يا حلوين. طيب الاجابه بقى، الاجابه اول طريقه اجابه، احنا كنا اول حصه خالص اخذنا فيرب بغندق كده على السريع، بس لسه هنقف عنده بالتفصيل الحصه الجايه. فيرب بغندق انا مسمياه فيرب الايه؟ الامتحانات. ليه؟ لانه بص معاني فيرب تقيل برضه، هو مش شاذ ولا حاجه، بس معناه او استخداماته كتير قوي. معناه يركب مع المواصلات او ياخذ، وانا عايزه كلمه ياخذ دي دلوقتي في الدرس ده، او يتناول، ويتناول دي هناخدها الحصه الجايه، عشان كده قلت لكم جهزوا السفره والشوك والسكاكين. طيب انا عايزاه اخده النهارده بمعنى ياخذ، فهستخدمه في العناوين. لما حد بيقول لي مثلا فين الصيدليه، اقول له حضرتك هتاخد اول شارع شمال، حضرتك هتاخد، ها كلمه تاخد دي اول شارع يمين، حضرتك مثلا هتاخد الشارع ده على طول، يبقى انا هستخدم فعل ياخذ. هقولها ازاي؟ لازم نتكلم بصيغه فو عشان اللي بيكلمك ده شخص غريب عنك وبيسالك، فهتقول له حضرتك هتاخد مثلا لا بغميير. وبصوا كلمه بغميير دي موجوده في جدول الكلمات، هتلاقيها معموله كده. ايه ده يا ميس؟ ده اختصار كلمه بغميير اللي هو الفيرست، الاول. مش انت في الانجليش بتكتب 1 وجنبها اس تي، اختصار كلمه فيرست؟ اه هي دي برضو، عشان لما اشوفها اكون فاهم دي معناها لا بغميير اللي هو الاول، اول ايه؟ شارع، غي. لما تحفظ كلمات هتكون فاهمني بقولي اكتر، عشان كده عايزين نجري في حفظ الكلمات شويه، ماشي؟ لا بغميير غي مثلا ادغوات، يعني حضرتك هتتفضل تاخد اول شارع يمين. يبقى انا استخدمت فيرب ايه يا ولاد؟ غاندر بوبغيني، تمام. يبقى في الاجابات اول فيرب بستخدمه بوبغيني، واقول له اول شارع يمين، تاني شارع شمال، المهم ان انا هكون حافظ كلمه ادغوات يمين
وأجوش شمال. طيب بستخدم أفعال تانية يا مس. اه بالعربي حتى هتلاقينا بنقول ايه، بص بقى حضرتك هتلف، هت ايه هتلف. اه يبقى انا هستخدم فيرب تغني، فهقول له برضو فو تغني. فو تغني فين؟ هتلف يمين هتلف شمال. مثلا هقول له اجوش، يبقى انا استخدمت اول فيرب مين؟ غاندر، وهنا استخدمت فيرب تغني. طب في حاجة تالتة اه اسهلهم خالص، لما اقول سي اهو كاني بقول له ايوه اهو اهو، بشاور له ها هو او انه يكون على اليمين او على اليسار. يبقى كام طريقه؟ 3 طرق بسال بيها وثلاث طرق ممكن اجاوب بيها. خلينا نشوفهم تاني. السؤال عن المكان، اول حاجه بوغ اللي، ومش هنسى حرف جر اللي، سواء او او الا او الا بوستغف او قول الجمع بالاكس. تاني حاجه اوي، اوي مش بتحتاج حروف جر. فين؟ ها أين يكون النادي؟ أين تكون المدرسة؟ حط ألف ولام عادي، أدوات معرفة عادية. وأين يوجد فيرب ستغوفيه من الأفعال الجميلة اللذيذة بمعنى يوجد، بيجي برضو معناه إيه؟ بيجي بعده إيه؟ أدوات معرفة. طيب الإجابات، يا إما هتقول له حضرتك هتاخد كذا كذا كذا، أول شارع يمين أول شارع شمال، يبقى فو بغني اللي هو فيرب إيه يا أولاد؟ فيرب غاند. وعندي هنا فو تغني اللي هو حضرتك هتلف. أو سي، ها إنه يكون على اليمين، إنه يكون على اليسار. تمام؟ هنطبق مع بعض كده. عندي هنا بيقول لي غون بلاس، جايب لي سوت غوف تورن بور بريني جوش. أحمد علاء قول لي أول سؤال هنا هقول له إيه؟ أين الطريق للمتحف؟ طب شوف كده هنختار إيه من الكلمات اللي قدامنا دي، سوت غوف تورن بور بريني بور. جوش. بالظبط بور، لأن بور أصلا بيجي بعدها الفعل في المصدر بور ليه؟ اول صيغه خالص لما حفظناهم اول حاجه بوغا ليه. طيب يلا يا ساره، فوس باس لا بروميير رو اغوش بري بري غيني. بالظبط، حتى هي اصلا واضحه قدامي ان هي متصرفه مع الضمير فو. ايه ده، ايه اللي نزل الكلام تحت كده غيني؟ طيب يلا يا إيه ملك العوضي، لا جار سي تور لا ليه؟ تغني ده فيرب. انا عارفه ان انتوا لسه ما حفظتوش الكلمات فمتلخبطين، ها حاولي تجيبيها كده. آخر واحدة بالظبط اجوش، المحطه بتكون على اليسار دايما يا ولاد. كلمه جوش وكلمه دغوات اللي انا بشاور عليها دول بيكونوا مسبوقين بحرف الجر الا اقصى. تمام يلا يا مالك، اوس باس لا باتيسوري وستغوف. بالظبط. او ستغوف بمعنى اين توجد الباتيسيري اللي هي محل بيع الحلويات. طيب اخر سؤال يلا يا نور هاني، تو سباس ادغوات. ها يا نور هتكون الاجابه ايه؟ اتفضلي. الثانية هتبقى الثانيه بمعنى تيو توغن، وحتى هنلاقيها برضو مصرفه مع الضمير تيو واخد النهايه الاو اس. طب معناهم ايه الاسئله دي؟ بوغلي للذهاب، كيف اذهب الى المتحف؟ بوبغيني لا بغني، حضرتك هتتفضل تاخد اول شارع شمال. لا جار سي اجوش، دايما جوش ودغوات الاثنين دول بيجوا مسبوقين بحرف الجر الا اقصى، اجوش وادغوات. اجوش اللي هي الشمال، الشه شه، هنا في شه وفي شه في العربي، وهنا دغوات اللي هي اليمين. تمام يا حلوين؟ طيب حد عنده اي سؤال قبل ما اقفل؟ ماشي يلا، ربنا لا يوفقكم شكرا. جميعا. عفوا حبيبي، لا اقول لكم مش ميرسي بوكو، شكرا. اوغيفوار، شو شو تشاو تشاو. او فوالا.